نروح بقى مع حضراتكم على الأرجنتين اللي بتحتفل بذكرى ميلاد أسطورتها الراحل مارادونا، وزملائه طبعا شاركوا في مباراة تكريمية في الملعب اللي قدمه للعالم. الأسطورة مارادونا من مواليد 30 أكتوبر عام 1960 اتولد في العاصمة الأرجنتينية ورحل عن عالمنا يوم 25 نوفمبر من العام الماضي 2020. دييغو أرماندو مارادونا اسم يعني أشهر من نار على علم، واسم واحد من أتقل وأشهر وأحب لاعبي كرة القدم عبر كل العصور، واحد من أعظم لاعبي الكرة في كل العصور بالمعنى الحرفي للكلمة. طبعا عمل حاجات كتير، يعني ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم سنة 86، لعب في أندية مختلفة، بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان معشوق جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم نظرا لمهاراته الاستثنائية الرائعة. خلونا نشوف تفاصيل أكتر عن الاحتفال اللي اتعمل في الأرجنتين وللمباراة اللي أقيمت بمناسبة إحياء ذكرى ميلاد مارادونا. هنشوف جزء ونرجع نكمل كلام. يعني مارادونا الكلام عنه يطول، لان احنا بنتكلم عن ايقونه في عالم كره القدم، عن ظاهره كرويه بالمعنى الحرفي للكلمه غير مسبوقه، واعتقد انها مش هتتكرر تاني مهما كان في لعيبه برضه عندهم اللمسات الكرويه الساحره، ولكن كلهم في وادي، ومارادونا كان في وادي تاني خالص، لعيب استثنائي جدا، وبقدر استثنائيته كمان كان بيحظى بمحبه واحترام وتقدير العالم كمان بشكل استثنائي.